عجيب، بعض النعال والخوذ وجدوها هناك عند ساحل إفريقيا. شوف انظر، هناك في أقصى جنوب شرق آسيا الخوذ والبيادات ينقلها الماء والريح إلى هناك إلى ساحل إفريقيا، تقطع مئات الأميال. عبرة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولكننا حالنا كحال ذلك الرجل الذي معه رشاش سريع الطلقات. أوقفه صبي صغير معه حطبة، قال له إن لم تخرج ما معك من مال ضربتك بهذه الحطبة. ارتعش وانتفض وأعطاه ما معه من مال. ما رأيكم في ذلك الرجل؟ إنه أحمق، لو دفعه لانتصر منه، ولكنه أحمق. أحمق، جبان، قلبه هواء، لم يتأيد بقوة ولم يأوي إلى ركن ركين رشيد، ولذلك خاف من ذلك الطفل الصغير الذي لم يتسلح إلا بحطبة. إن قوة الكفر جميعا لو بلغت في منتهاها، ما بلغت، فإنها لا تقارن بقوة الملك، لا تقارن بقوة الملك. أما نحن فقد تركنا الملك إلى أرباب الدنيا، فارتذلنا وانتكسنا وصرنا على هذه الحال التي نحن عليها. أيها الأحباب الكرام، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انطلق الصحابة بجيوشهم القليلة ليقوموا بعملين خطيرين، الأول مجابهة الرومان، والثاني قمع المرتدين، وكان ما كان لهم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقولون له: يا أبا بكر، لا تخرج بعث أسامة، لا تخرج بعث أسامة. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت علم بأن هناك تحركات عسكرية على مشارف الشام، الرومان عاوزين يهجموا على المدينة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استبق وأعد جيشا كبيرا، جعل عليه من؟ أسامة ابن زيد، لأن أباه زيد بن حارثة قد قتل عند تخوم الشام، وكان زيد في ذلك الوقت، أسامة كان سنه 16-17 سنة يا رب العالمين، وكان تحت إمرته عمر وأبو عبيدة وطائفة من كبار الصحابة، عنده 17-16 سنة. انظر الآن لو أن هناك أخ مثلا شيبة زي حالاتي، وأخ صغير بس فتح الله عليه، إزاي يقدم هذا على هذا؟ نحن لم نتعلم أخلاق الإسلام بعد، القلوب لم تصف بعد، نحتاج إلى مراحل طويلة في السفر إلى الله عز وجل لنطويها، لنتنقى ولنصفى. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام وارتد من ارتد، قال الصحابة لأبي بكر: لا تبعث بعث أسامة، القوة الجبارة العسكرية في المدينة ستخرج لقتال الرومان، طب احنا حوالينا العرب. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ورضي الله عن ابنته، قال الصديق الأكبر والد الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، قال: والذي نفسي بيده لو أن الكلاب والسباع تجر أرجل أمهات المؤمنين لأنفذت بعث أسامة. ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قوة القلب، وانظر إلى هذه العزيمة في الرشد، وانظر إلى ذلك الصدق في الاتجاه والتوجه. إن الأمر ليس بالأجسام وليس بعلو الأصوات، فإن قوة المؤمن في قلبه وقوة المنافق في بدنه، فلو جمع لك بين القوتين القلبية والبدنية لكان ذلك خيرا وبركة.
لكن أن تهتم ببدنك ولا تهتم بقلبك فلا. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أبا بكر، ولما مرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قيل له يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، أبو بكر رجل رفيع وضعيف وصوته ضعيف، متى أما القوم لم يسمعهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نهرهم وصلى أبو بكر بالناس. هذا الرجل ضعيف البنية، هذا الرجل أسيف الصوت، هذا الرجل الذي يعني في مبناه لا ينظر إليه، هذا الرجل كان في الحق حديدا، كان في الحق حديدا. ولما علمت الرومان بمخرج العرب المسلمين بقيادة أسامة بن زيد، ألقى الله في قلوبهم الرعب فغاروا على تخوم الشام، ورجعوا منصورين غانمين دون أن يلقوا بأسا أو كيدا. ثم توجه الصحابة لقتال المرتدين الذين منعوا الزكاة أو الذين ارتدوا عن أصل الدين، قاتلوا سجاح وقاتلوا مالك بن نويرة، وقاتلوا طليح الأسدي، وقاتلوا الأسود الكذاب، وقاتلوا مسيلمة الكذاب، قاتلوا هؤلاء جميعا في اليمن والبحرين وتخوم الجزيرة من جهة الشرق، حتى وصلوا في قتالهم إلى ساحل الخليج، إلى ساحل الخليج، وهناك القبائل التي توالي الفرس. وعندئذ أذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه للعلاء بن الحضرمي وغيره أن يدخلوا بلاد الفرس، فالتقى المسلمون مع الفرس وانتصر المسلمون وتجرأ المسلمون ودخلوا ديار الفرس في سواد العراق والعراق والحيرة، ودخلوها جميعا، وكانت القادسية ومن بعدها نهاوند معارك حاسمة قضت على الإمبراطورية الفارسية أقل من 20 سنة، قضى المسلمون تماما على الفرس. وفي الوقت نفسه كان الصحابة يقاتلون الرومان في بلاد الشام ومصر، وكانت المعركة الفيصلية معركة اليرموك التي بعدها ودع القيصر بلاد الشام، يا شام لا شام بعدك، وهرب إلى حمص، ومن بعدها ذهب إلى إنطاكية، ومن بعدها إلى مقر دولتي في القسطنطينية. أقل من 20 سنة قام الصحابة بذلك الجهد، فتحوا بقية الجزيرة وبلاد السواد والعراق والشام وما وراء النهر، وبلاد مصر وبعض من بلاد شمال إفريقيا وبلاد البحرين واليمن، هذا كله فتحوه ونشروا فيه الإسلام، ودخل الناس في دين الله تعالى أفواجا. دخل الديلم والترك والقبط وبقية العرب والفرس والروم، دخلوا جميعا دين الله عز وجل، وتعلموا على يد الصحابة، تعلموا على يد الصحابة، وتفرق الصحابة في الأمصار سادة وقادة، فقهاء وقضاة، يعلمون ويحكمون، يعلمون ويحكمون، فسادوا الناس بأخلاقهم قبل أن يسودوهم بسيوفهم، وفتحت لهم مغاليق القلوب قبل أن تسلم لهم مقاليد البلاد. هاكم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يمت أحد من الصحابة